صديقتي تقول: كيف أحمي نفسي من صديقاتي بمستويات وعي أدنى مني ومن أمي المتأنبة وأبي الغاضب؟ أول شيء أبغى أقول لك برافو برافو برافو، سؤالك جميل، وأنتي سويتي أول خطوة في الحماية وذكرتها في حماية الذات، اللي هي موضوع أنه أنت تصنف مشاعر الناس، تصنفهم. هي تقولك أبي غاضب وأمي متأنبة. أو واو، شفتوا كيف الآن رتبت الموضوع؟ صديقاتك نفس الشيء، كلهم نحتاج لهم تصنيفات، نحتاج لهم كل واحدة وشي. هذه مثلا هذه تشعر بالعار، هذه يائسة، هذه غاضبة، هذه خوافة، هذه بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حماية الجسد المشاعر، هذه بسم الله الرحمن الرحيم بديت حماية الجسد. فأنا أقول لك برافو عليك إنه أنت صنفتي، برافو، هذا وعي منك إنه أنت صنفتي. أنا ما أميلي لأنه أوه واو هذا شخص متأنب خلنا نشطبه من الحياة، لا، يعني عندنا اختبارات معاه، عندنا قصص، عندنا كارمات، لكن التصنيف يحميك، التصنيف المشاعر للناس يحميك، يخليك تعرف إنه قاعد يأنبني، صح ذكرت هو متأنب، صح هو التصنيف عندي متأنب، قاعد يصرخ مو لأنه أنا مو أوكي، صح ذكرت هو غاضب، هو غاضب. تخيل يعني أبوك يصرخ عليك، شعورك إنه واو هو غاضب، ولا واو أنا غلطان، أنا سيء، أنا رديء، أنا ماني جيد، أنا ما قدمت الخدمة المطلوبة لأبوي، أنا ما ساعدت، أو لا هو غاضب، هو غاضب، هو شخص غاضب. فشعورك مختلف تماما، فأنت تحمي نفسك من كل هالمشاعر لما تصنفهم. هذه خايفة، صديقتي خايفة، تقول لا تسوين كذا، لا تفعلين كذا، أقول هي خايفة. حتى يساعدك انك تجد نفسك وتجد قراراتك الصحيحة لما تصنف الاشخاص الاخرين. لذلك ابغى اقول كملي عليهم كلهم، زي ما انه امك متأنبة وابوك غاضب، كملي على كل صديقاتك. وقد يكون ايضا مع الوقت تجدين انه بشكل تلقائي انه انت ابتعدتي عن الاشخاص اللي مو متسقين معك مشاعريا، خصوصا في موضوع الشيء اللي احنا قاعدين نختاره في الحياة. يعني الأسرة قد ما تستطيعين أنك أنت أو يعني مش من المناسب أنك أنت تختارين أنك أنت تسوي لهم بلوك أو تبتعدين عنهم، لكن مع الوقت تلقين نفسك أنه أنت انسجمتي مع ناس، ما انسجمتي مع ناس، هذولا صاروا مجموعتك، هذولا مو مجموعتك، ما نقول معاديتهم بس مو مجموعتك، مو منسجمة معاهم، بتاي تقرين تميزين أنت شعورك وين راح. طيب شكرا جزيلا، وصلنا 200 لايك، ثانك يو. تقولك وش حل الصدمات؟ حبيبة قلبي صار لنا يعني شهرين نحكي عن التنظيف وشهر كامل نتكلم عن الصدمات. يا جماعة ليش كذا؟ في ناس ما يستيقظون الا الشهر اللي بعده، يعني كثير يجي سؤال الشهر هذا تبع الشهر اللي قبل. إسراء حبيبتي تقول كيف احمي نفسي من نواياي اللاواعية اللي كل يوم افعلها؟ أقترح عليك تحضرين نهاية القصة. هدى حبيبتي تقول كيف أحمي نفسي من الناس اللي يحاولون يخوفون غيرهم كذبا باسم الدين؟ كيف أحمي نفسي من الناس اللي يحاولون يخوفون غيرهم كذبا باسم الدين؟ نظفي الخوف، نظفي الخوف وصنفيهم، يعني هم خوافين فبالتالي هم يخوفون، هذا جزء من 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 شعورهم، مو جزء من الحقيقة، جزء من شعورهم، لأن يعني هم خايفين فبالتالي يخوفونك. واشتغلي على موضوع الخوف، وترى مو بس باسم الدين، في أي مجال، يعني تلقى في كل مجال في أشخاص يخوفونك باسم الشيء هذا، مثلا في ناس يخوفونك من الطاقة السلبية، إنه واو الطاقة السلبية، لا انتبه، لازم يعني الطاقة السلبية ترى انت ممكن تضيع، ممكن الطاقة السلبية، واو الاشخاص السلبيين، واو ما اقول انهم هم موجود، واو السحر، العين، يعني دائما في اي مكان في ناس بيخوفونك، حتى لو كان الشيء ترى مرة يعني زي ما نقول مطمئن، الموضوع كثير مطمئن، يعني تقول مثلا انا مثلا بشرب موية، يقول لا شوف ابغى اقول لك شيء، انتبه ترى المويه كذا، يخوفك، يعني مع انه الوضع كان جدا بسيط وعادي. فطوال الوقت في اشخاص يخوفون لانهم خوافين،
فأقترح إنه أنت تنظفين الخوف وإنك أنت تقومين بحماية لي يعني في المشاعر إنك أنت تنظفين الخوف، وفي في الجسد الفكري إنك تقومين بحماية الجسد الفكري، لأنه إذا جسدك الفكري يا جماعة مو محمي ترى يعني البلطجية الفكريين لا تتصور قد إيش ممكن يضللونك في الحياة، لا تتصور لا تتصور. يعني الآن افتح السوشيال ميديا شوف النقاشات، خلنا نقول النقاشات على المناخ، النقاشات على الصحة، النقاشات على النفط، النقاشات على السياسة، النقاشات ما راح تنتهي هذه القصص. دائما في شخص عنده فكرة ومتأكد منها، دائما في شخص تلقون أكاونت الفراشة المنفوشة، أوكي تلقونها تقول فكرة وهي متأكدة منها 100%، والفكرة هذه خطيرة، يعني خطيرة، يعني في ناس ممكن يعني كثير يرتبكون من هذه الفكرة. دائما في هذا الشيء، دائما في هذا الشيء. لذلك أنت لابد أنك أيضا ما تأخذ هذه الأفكار بجد، لابد أنك تأخذ أفكار أنها أشياء مطروحة على الطاولة، قصص عادية مطروحة على الطاولة، وجهات نظر، وجهات نظر. أرجع وأقول لك أنه مرات لما تكون أنت نشأت في بيئة الجسد الفكري فيها كثير متضخم، كثير متضخم، كثير يعني الجسد الفكري هو حياتهم، هو حياتهم، يعيشون في هذا الجسد الفكري. فهذول الأشخاص حتى لو طلعوا من هذه الثقافة ولا طلعوا من هذا الفكر ولا انتبهوا وتحروا، في الغالب تلقى فيه بقايا من التطرف الفكري، تلقى فيه بقايا من التطرف الفكري. يعني مرات مثلا حتى أشوفها في تويتر، والله ودي أكتب عن هذا الموضوع حسه مفيد للمجتمع، مرات تلقى أشخاص كانوا هم طالعين مثلا من تطرف ديني وبعدين يطلعون يدخلون في تطرف آخر، يعني عندهم تطرف ضد فكرة معينة أو مع فكرة معينة، وبطريقة يعني يريدون أن يبيدون الشخص الآخر لأن عنده فكرة مختلفة. تقول أوه واو، هم يدورون في نفس الحلقة، يدورون في نفس الحلقة، ما طلعوا من الموضوع. فبالتالي مهم أنه أنت تحمين جسدك الفكري، مهم، وأقتر عليك أنك تحضرين حماية الذات والخوف. صديقتي زيمة تقول هل حماية الذات مرتبطة أكثر بحفظ جسدنا الفكري أو المشاعري، وما هو أهم جسد نقويه حتى نحمي ذاتنا؟ أنا أعتبر أنه الخوف هو المدخل، هو الخوف هو المدخل، لكن صراحة في أشياء أنت لازم تنتبه لها، في أشياء يعني مثلا شخص يشرب أو يأكل شيء يسبب له حساسية طوال الوقت، يسبب له صداع، تقول ليش؟ يقول لا أنا مو خايف. إيه بس عندك صداع، إيه جهازك الهضمي تلخبط، إيه شفت البقع اللي ليه؟ طيب ليه يا عمي؟ احمي نفسك، احمي جسدك. في بعض الأشخاص مثلا زي ما قلت لكم موضوع أنه أنت تظهر أموالك في المكان الغلط، يعني شخص رايح المدينة كلها سرقة بين سراقين بين مافيا ونصابين وحرامية، وبرضو قد تكون منطقة فقيرة، وجاية بشنطتها شانيل وسيارتها الفراري وساعتها الرولكس، ويعني لابسة يعني كذا يعني فستان من ديور، وش توقع ردة الفعل؟ يعني يمكن ناس مو لاقين أكل، مو لاقين أكل، إحنا ما ندري وش ظروفهم، ولا أبرر لهم أصلاً، بس أنا أقول بعد الإنسان يكون عاقل، الإنسان يكون عاقل، تقول لا أنا مو خايف، بس في وعي كبير جداً يريد أن يخترق أموالك. ليه وش الفكرة أنك أنت تتواجد في مكان، ليش تجيب أموالك في المكان الغلط؟ يعني هل بالمنطق انك انت تجيب فلوسك توديها وسط حرامية، هم حرامية، احنا متأكدين 100% انهم حرامية، تاخذ فلوسك وتحطها، تخيل انه في خلنا نقول مخزن او كراج، اوكي، وقالوا لك ترى في هناك حرامية، انت رحت اخذت فلوسك تقول انا مو خايف وحطيتها وسط الحرامية، وش بيصير؟ اقل شيء انهم ياخذون فلوسك، هذا اقل شيء انهم ياخذون فلوسك، هذا اذا ما مزعوك وسووك سلطة. صحيح انه انا اعتبر انه الخوف هو مدخل رئيسي لحماية الذات، ومدخل رئيسي انك تخترق على كل الاجساد، تخترق ماديا وفكريا ومشاعريا وطاقيا،
كلها وحتى الروح تسرق بسبب الخوف. لكن في نفس الوقت في أشياء لازم تتسوى صراحة، في أشياء حتى وأنت شجاع وما أنت خايف وما عندك مشكلة غلط غلط، حتى تحمي أموالك مو معقول تحطها في حارة الحرامية. لازم تعرف تتعامل مع الأموال، لازم تعرف تتعامل مع جسدك، لازم تعرف تتعامل مع جسدك المشاعري، لازم تعرف أنه فلان غاضب فلان متأنب فلان، حتى تعرف أنت تتعامل مع نفسك ولا مع الآخرين ولا وش المشاعر اللي موجود. لازم تعرف تتحمي جسدك الفكري، واللي يطيرون لك أفكارك يودونك يعيشونك معتقد المعتقد المعتقد المعتقد، وتصير طول حياتك إنه آوت وإنه أوف وهكذا على الأفكار والمعتقد، تضيع تضيع. طيب صديقتي صوفيا تقول: هل يجب أن أحمي ذاتي من الأشخاص جسدهم والمشاعر منخفض جدا؟ هل من ممكن أن ألتقط هذه العدوى؟ شوفي، أبغى أسألك أنت وين؟ أنت وين؟ أوكي؟ أنت وين؟ وش قاعك؟ أوكي؟ هذا سؤال كثير جميل ومهم. هل لازم أحمي نفسي من الناس اللي مشاعرهم منخفضة؟ الناس اليائسة، الناس اللي تشعر بالعار، الناس الغاضبة، الناس الخوافة، لازم أحمي نفسي منهم ولا جسد المشاعري يقدر يتحمله؟ أنا كويسة ويعني نظفت واشتغلت. أول شيء لازم تعرفينه أنه أنت توك طالعة من هالأجواء ولا صار لك وقت؟ يعني وين وصلتي في مشاعرك؟ وين وصلتي؟ توك منظفة الخوف والتأنيب والغضب ولا أصلا حتى ما نظفتي؟ توك طالعة من هالأجواء؟ توك مفتحة عيونك؟ توك مستيقظة؟ توك انتبهتي إنه الجسد المشاعري هو المهم، هو اللي يقود الحياة؟ هو توك، أبغى أقول لك يعني زي ما نقول لسه أنت بيبي في موضوع المشاعر، أنت زي ما نقول غصنك رطب أوكي في موضوع المشاعر، توك مبتدئة، فما أقدر أخذك وأحطك وسط ناس مجموعة غاضبين وخائفين ويائسين ويشعرون بالعار. يمكن تسوين يوتير بسرعة، يمكنك لسه ما أخذتي على الهوية الجديدة، ما أخذتي على الشخصية الجديدة. تبغي توي منظفة الشهر اللي راح منظفة، توني بادية الهوية الجديدة، توني بادية أحس إني أنا متحررة من هالمشاعر. فإذا كنتي توك أبغى أقول لك يعني إيه لازم نحمي أنفسنا من هالمشاعر السلبية، لازم لازم. بس والله تقولي لي لا والله أنا صار لي كم سنة مستيقظة، وأنا طبعًا مو هو بالسنوات، هو درجة التطور. في شخص ما شاء الله خلال شهرين ثلاث شهور يقفز مكان كثير متطور، في أشخاص لا بطيئين في التطور، طبعًا خياراتهم. ففي شخص يقول لا والله أنا يعني من زمان وصل، إذا شفت أحد غاضب يعني ضحكني، بس يعني احترام أنا مسك نفسي. يعني لما أشوف أحد منفلت وغاضب ومتطرف ماخذ الموضوع يعني أضعف، بس يعني أسوي نفسي إني يعني مصدق الموضوع كذا عشان ما أحرجهم وكذا. لما أشوف واحد خواف أعطف عليه أقول يا حال مسكين يعني. فما يعني معناها جسدي المشاعري جيد، فأبغى أقولك إتس أوكي، أنت كارمتك جيدة مشاعريا، وقد يكون عندك تشافي لهم، قد تساعدينهم، مو يعني تعالوا بدرسكم لا، بس إنه طاقتك وجودك ردة فعلك لما يسألونك عن رأيك، كل هذا قد يرتد عليهم بطريقة إيجابية، وبالتالي يرتد على كارمتك بطريقة إيجابية. لكن برضو خليني أقولك، إحنا عندنا قاع مشاعري، أوكي؟ كلنا عندنا قاع مشاعري. وين قاعك المشاعري؟ هل قاعك يأس؟ يعني إذا دحدرت وين تروح؟ أوكي؟ كلنا ندحدر مرات، كلنا نروح للطريق المنحدرة. لما تروح للطريق المنحدرة وش تلقى هناك؟ وش تلقى؟ تلقى يأس، تلقى عار، تلقى غضب، تلقى خوف. وش تلقى هناك؟ تلقى تأنيب. وش تلقى في يعني خلنا نقول مشاعر سلبية، هي أسوأ ما فيك، هي النقطة. يعني لما نروح 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 هي القاع حقك. وش هذه؟ وش هذه؟ وش هذه المشاعر؟ وش قاعك؟ وش قاعك؟ حزن، يأس، غضب. هذا الشعور بالنسبة لك صراحة حساس، هذا الشعور. يعني لو تقولي أنا قاعي يعني إذا إذا إذا
إذا طاحت علي الدنيا ورحت للطريق المنحدرة وتلخبطت الحياة، في الغالب أنا يعني بشعر بحزن، أو أنا يعني بعيش خوف، بخاف يعني بموت من الخوف في الغالب. لو تلخبطت الدنيا بموت من الخوف. بقول لك انتبه، أنت تحتاج حماية من الناس الخوافين، أنت تحتاج حماية من الناس الخوافين، لأنه هذا قاعك. تري ما تبغى هال زي ما نقول نقطة الضعف عندك تنلمس، ما تبغى نقطة الضعف أحد يضغط عليها، لأنه يعني إحنا سنظل في هذه الحياة عندنا نقطة ضعف، نقدر نطورها، نقدر نحسنها، لكن يمكن ما نقدر نوصل لها 10. أنا كنت 0 مثلاً في الخوف، قدرت أوصل 6، لكن ستيل ما قدرت أوصل 10. هذه قصتي، ما قدرت، أو عندي عار، قدرت أطور وأشتغل عليه ومرة مرة مرة أشتغل، لكن ما قدرت أعدي 5. طورت كثير، صرت واثقة من نفسي، صرت، لكن ستيل هذا الشعور حساس بالنسبة لي. لابد أني أحمي نفسي من الأشخاص اللي يشعرون بالعار أو يشعروني بالعار. فهذا شيء مهم أن ننتبه لهذه النقطتين، أنا وين قطعت شوط في المشاعر وأنا وين قاعي في المشاعر.